الراجل لسه ما جاش، ايه اخبارك ايه؟ يا ده متعب قوي. هو مين ده اللي متعب؟ الراجل اللي انت ماشيين وراه ده. هو انت عايز شغلنا بالسهل يا اخي؟ هو يعني ما كانتش شقه ما تنفعش؟ ينفع يا سيدي، بس خلصت الغرض، عرفنا طريقه. فين؟ اتكلم. شوف بقى يا سيدي. اللهم طولك يا روح. الله، هو انت اللي هتتكلم بقى ولا انا؟ سكت يا سيدي، خلصت. انت نازله في لوكندس المقطم. حلو. اوضه نمره كام؟ اوضه نمره 12. ايدك يا عم. مساء الخير. اذا سمحتي هنغير بلاد السرير يا فندم. اتفضل. الو، مين؟ ايوه انا. بتقول ايه؟ ازاي ده؟ انك متهم بجريمة قتل. مجنون؟ عرفت كنت مجنون. بقولك انك مجنون، مجنون. من المؤسف اني ما زلت متمالك لكل قوايا العقلية لحد دلوقتي. ازاي تتجرأ وتقول لابوك الكلام الفارغ ده؟ مش انا اللي بقول، القانون هو اللي بيقول. انا اقتلك، اقتلك، اقتلك اذا سمعت منك الكلام الفارغ ده. هل ده يعفيك من التهمة؟ تهمة قتل المجني عليها زينب عبد العال.
كل الأدلة بتشير إنك أنت القاتل. المسدس بتاعك، البصمات، البدلة السوداء، رؤية الشهادة ليك وأنت مع المجنة. أيوه، هي دي الحقيقة. أنا اللي قتلتك. أرجوك أرجوك قول كلام غير كده، قول لا، قول كلام غير كده، قول لا، قول لا، قول لا. ازاي اقول لا وانت عارف كل شيء؟ لكن لازم تعرف انا هتنتهي. قلت لك قول لا، قول لا، قول لا. ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. وكمان لازم تعرف اني قتلتها علشانك انت. علشاني انا؟ ايوه علشانك انت. عرفت زينب عبد العاش من 20 سنة فاتت؟ كنت وقتها فقير، بشتغل ب2.5 جنيه، ناظر زراعة في تفتيش جدك ابو والدتك. وكنت وقتها عاوز أتغني بأي شكل. هيكون أسعد يوم في حياتي. أنا بتخيل نفسي وأنا بزع في أرضك. أرضي ولا أرضك يا رستم؟ إحنا الاتنين مش شخص واحد. طبعا يا زينب. وخبرتك دي بدل ما بتزرع في أرض علوي باشا تبقى ليك. أنا من يوم ما اتخرجت من الزراعة وأنا بشتغل عند علوي باشا. هتشتغل عند رستم بيه؟ وحياتك عندي رستم باشا. وأنا أقل منه؟ ربنا يحقق لك أمالك. أنا أمالي كبيرة يا زينب، ومفيش حاجة هتقف في طريقي. وانا يا رستم مش جزء من امالك؟ انت اول خطوة. اول خطوة بس؟ اول خطوة في طريق المجد هي اصعب خطوة. انا محبش اقول اصعب خطوة. اصعب خطوة بتكون دايما احلى خطوة. واديك حققت اول خطوة. لسه يا زينب ما اتحققتش. ليه يا رستم؟ عشان لسه ما اتجوزناش. هنتجوز. هنتجوز يا زينب. أنا ما أقدرش أتصور إني أقدر أعيش من غيرك. أنا هاكل لك طول العمر. طول العمر. كانت زينب دي تملك 40 فدان بأرض التفتيش. كانت شابة صغيرة، جوزها ميت. وكانت الله يرحمها ست شريفة. فكرت إني أتجوزها علشان أملك 40 فدان. عرضت عليها الامر، رفضت. كرباج الجشع النار وحاميه كانت بتجري في جسمي ليل ونهار. فضلت وراها اغريها بكل الطرق لحد ما رفضت الله يرحمها وادتني كل شيء. كل شيء حتى نفسها. ولما جينا نتجوز ونكتب الكتاب مات جدك الباشا الله يرحمه. والتقاليد في الفلاحين ان الحداد يستمر على الميت الكبير سنة بحالها. كان زينب وقتها حامل. فكرت اعمل ايه؟ اتجوزها في السر؟ تبقى فضيحة في الفلاحين كلها طول العمر. امال اعمل ايه؟ فكرت انا وهي. لقيت ان احسن حل ان اخدها واروح على مصر. يعني ايه يا دكتور؟ مش هتقدر تعمل حاجة. انا اسف مش هقدر اعمل لها عملية، دي حامل في 6 اشهر. يعني مفيش فايدة؟ مش ممكن.
قدرناش نرجع الأرياف. الغلط أجرت لها شقة في مصر وقعدت فيها، ولما جه ميعاد الوطن دخلتها المستشفى باسمي على إنها مراتي، إنها فعلا كانت هتكون مراتي، لأن كنت صادق النية وياها. وفي الليلة دخلت فيها المستشفى ولدت البنت. بنت؟ بنت مين؟ اتكلم. يعني دي تبقى؟ أرجوك هتعرف كل شيء، لأن يهمني إنك تعرف كل شيء، مش لأنك ابني، لا، إنك قاضي وقاضي شريف. الحمد لله على السلامة يا زينة. الله يسلمك. أرجوك أصلها لسه تعبانة من بيتك. طب من فضلك خدي بالك منها، أنا الحمد لله دلوقتي اطمنت عليها، عندي مشوار هروح أقضيه وراجع تاني. اتفضل أنت وكن مطمن. وفي الليلة دي بالذات طلبتني جدتك عندها في القصر وقالت لي حاجة غريبة، قالت لي إن الباشا وصى إن أنا أتجوز بنته الوحيدة، لأنك زي ما أنت شايف اتولدت مسكينة مكسحة، فلقيت نفسي بدل ما اتجوز زينب اللي عندها 40 فدان اتجوزت والدتك اللي عندها 4000 فدان. وهي عملت ايه؟ اتكلم عملت ايه؟ هتعمل ايه؟ عملت زي ما بتعمل اي واحدة في ظروفها دي. مجنون لما عرفت انك على صله بيها. يعني كنت تعرفها؟ اعرفها؟ معرفهاش ازاي؟ دي بنتي، بنتي. وبعدين؟ وبعدين جت الست ديت اللي اتبنتها. عارف اتجوزت سابتها، حتى ما معرفتش مكانها غير بعد 15 سنة. وبدأت تتصل بيك. تتصل بيك؟ هي مين؟ والدتها الله يرحمها، زينب عبد العال، وطلبت مني طلب غريب جدا. أهلا وسهلا. إزيك يا زينب؟ سيد افندم. سعاده الباشا اقفل الباب اللي بره، ما تخليش حد يدخل. حاضر. اتفضلي. من امتى بتخاف من الناس يا باشا؟ لا ابدا، بس عشان نتكلم مع بعض بحريه اكتر. الحكايه كلها كلمه ونص، انت قلت لي تعالي المكتب وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. يا بس مش نتفاهم؟ نتفاهم على ايه يا باشا؟ على اللي انت عايزاه؟ انك تعترف رسميا انها بنتك.
ما اقدرش ما اقدرش. الكلام ده بقوله في المحكمة يا باشا. محكمة ايه يا زينب؟ حد يروح المحكمة من غير دليل؟ عندي الدليل يا باشا، الجواب اللي بعتولي وانا في المستشفى واللي بتعترف فيه بكل حاجة. وايه تاني؟ عقد ايجار الشقة اللي كنت واخدها لي في مصر. الجيران، الجيران كلها كانت عارفة منك انت ان انا مراتك، كلهم مستعدين يجوا يشهدوا معايا. طيب ويرضيك الفضيحة دي يا زينب؟ واحد زيه، واحد في مركزي، تبقى له بنت رقاصة؟ طبعا باشا عظيم وابن وكيل نيابة، يعترف ازاي برقاصة بتتعرى كل ليلة قدام الناس وتهز وسطها؟ دفاعك ده بقوله في المحكمة. طيب متفاهم؟ مفيش تفاهم. طب بس اسمعي. مش هسمع. اقول لك ارفار يا باشا. الو يا فندم، انا رستم. اهلا 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 معالي الباشا، اهلا وسهلا يا فندم. يا فندم ده نبأ صار فعلا، وانا متشكر قوي على الترقيه دي. لا يا فندم، ما هو عادل ابنكم برضو ممتاز بافضلكم يا فندم. اشكرك يا معالي الباشا، اشكرك. ازاي يا فندم؟ حاضر ان شاء الله، ان شاء الله يا فندم. طيب يا معالي الباشا، الف شكر يا معالي الباشا، مع السلامة. مع الف سلامة. ألف مبروك يا ابني. الله، مين قال لك؟ ده أنا فعلا مفيش حد غيري يعرف. لا ده لسه معالي وزير حقانية مكلمني دلوقتي ومبلغني الخبر. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا رب. يلا بينا بقى، أحسن الساعة بقى 2:30 وزمن الجماعة منتظرنا على الغدا. الناس تقول ايه يا عم شوفوه دخل البيت في ساعة زي دي؟ انت كنت عند المحامي ليه النهاردة؟ عشان القضية، واتفقت معاه اني بكرة الصبح هديله كل الأوراق، والكلام ده قلت لك في مكتبك وانت ما رضيتش تصدقني. يا زينب، يا زينب ما اعتقدش ان ضميرك يسمح لك انك تهدمي بيتي، تقضي على شاب المستقبل قدامه كبير. انا لضميري ما يسمحليش؟ ايوه، ضميرك ما يسمحلكيش. وانت ضميرك سمح لك انك ترمي بنتك اللي من لحمك ودمك للناس تنهش في عرضها زي الكلاب السعرانة؟ يا زينب قلت لك دي ظروف، ظروف. ظروف ايه يا باشا؟ البشوية ولا الغنى ولا المال؟ مش هي دي ظروف؟ اللي خليتك تسيبني وانت حتة خولي بتلاتة جنيه في الشهر عشان تتجوز 4000 فدان. يا زينب اسمع، ولا كلمة. أي حاجة عاوز تقولها روح قولها في المحكمة. محكمة؟ ما تبقيش مجنونة. أنت مش مصدقني؟ طيب أنا خليك تصدق. اتفضل، مستندات هي اللي قلت لك عليها. يا زينب انا سبق قلت لك اني مستعد اضحي بكل شيء في سبيل ابني، اقتلك اذا احتاج الامر. وانا قلت لك ان انا مستعد اموت في سبيل بنتي. طيب انا عايز اعرض عليك العرض الوحيد انك تعترف بيها رسميا. طيب انا ما عنديش مانع ان اتجوزك واكتب لك نص ثروتي، وفي الحاله ديت تقدري تكتبي لها اللي انت عايزاه، بس على شرط ان يكون ده في السر. كلام جميل خالص، حاجة حلوة قوي. أنا بديك اليوم يا باشا، إيه العز ده كله؟ يا زينب أنا بتكلم جد. أنا هتجوز واحد زيك، أنت أقذر إنسان أنا شفته في حياتي. زينب رستم، امشي اطلع برا. طيب مش هطلع برا. زينب بقول لك اديني مسلسل، اديني مسلسل، بقول لك اديني مسلسل، بقول لك اديني مسلسل، اديني مسلسل، مش ممكن.
وما كنتش بنام الليل لما عرفت منك ان الشبهات بدأت تحوم حوالين الشخص اللي اتنقل له مفتاح السر بعد موت زين. تقصد دسوقي؟ هاي دسوقي الراجل الطيب ده. يعني انت اللي انا اللي قتلته بعد ما عرفت انك هتقبض عليه، وقتلت كمان ست الدار. كان لازم اعمل كده، كان لازم اعمل كده علشان السر محدش يعرفه في الدنيا غيري. وزناد فين دلوقتي؟ ما تخافش، زناد نقلتها عندي في العزبة. شفت ازاي انا اعترفت لك بكل شيء؟ مش عشان انك ابني، لا، عشان انت قاضي، وقاضي شريف.
Thank you.
ابني ارجوك تعتبرني زي والدك. شكرا. اذا احتجت اي حاجة انا تحت امرك. مش قادر. مش قادر ادخل البيت. علي انت تعبان يا حبيبي، اعصابك تعبانة، لازم ترتاح شوية. على العموم النائب العام وافق على ايامك للاجازة. كويس، ونبقى نقضي ان شاء الله الاجازة كلنا في اسكندرية. اطمن يا عادل، النائب العام حفظ التحقيق. اخويا عادل نبيل.